أهلا بكم من جديد. أكد علي موسى المدير العام الإقليمي لبنك جي بي مورغان خلال مشاركته في برنامج حديث اليوم الذي يبثه تلفزيون البحرين على قدرة الاقتصاد البحريني على تجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مشيرا في الوقت ذاته إلى تاريخ المصارف البحرينية الذي يتجاوز 100 عام والخبرات المتراكمة. وقال علي موسى إن مصارف مملكة البحرين وخاصة المصارف المحلية كانت مستقرة خلال فترة الأزمة المالية العالمية في عام 2008-2009 عندما واجهت المصارف العالمية تحديات اقتصادية قوية، وذلك لاتباعهم للسياسات المالية والتشريعات التي يقرها مصرف البحرين المركزي. أتصور هذه التحديات وإن كانت عالمية لكن تأثيرها إن شاء الله راح يكون على البحرين بسيط أو أن ما يكون هناك أي تأثير. لا يكاد يذكر إن شاء الله. لا يكاد يذكر. I think التحدي الأكبر للبحرين أن البحرين تستمر في تنافسيتها على مستوى المنطقة، و I think البحرين قادرة على أن تنافس بشكل صحيح وتعزز من منظومتها الاقتصادية ومنظومتها التشريعية. وأتصور أن الدعم اللامحدود من قبل مصرف البحرين المركزي والجهات الأخرى المعنية أن احنا قادرين أن نتجاوز كل التحديات ونستمر أن نكون مركز مالي مهم في المنطقة. تجاوزت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 18,338,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 4,322,000 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 345 صفقة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما ارتفاع حيازة المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 341% إلى نحو 380 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من عام 2019 مقارنة ب 82.6 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر من عام 2015.
ويعد المستوى المسجل من استثمارات المصارف في السندات الحكومية بنهاية شهر نوفمبر من عام 2019 مستوى قياسي لم يسجل من قبل. وعلى الجانب الآخر، قلصت المصارف السعودية استثماراتها في الخارج بنهاية نوفمبر 2019، وذلك بنسبة 45% لتبلغ 95.5 مليار ريال مقابل 175.2 مليار ريال بنهاية عام 2015، وذلك وفقا لما نقلت صحيفة الاقتصادية. أفاد بيان من وزارة البترول المصرية أن مصر أبقت على أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاث في السوق المحلية من دون أي تغيير. جاء ذلك خلال ثاني اجتماع لآلية للتسعير يدعمها صندوق النقد الدولي تربط أسعار الطاقة بالأسواق العالمية. وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد خفضت في اجتماعها الافتتاحي في أكتوبر أسعار الوقود بشكل طفيف. وجاء التخفيض آنذاك بعد أن كانت الحكومة قد رفعت الأسعار بشكل حاد على مدار السنوات الثلاث السابقة، وذلك لتغطية تكلفة مشتريات الوقود من الأسواق العالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. كريم من الآن تابعة ومملوكة بالكامل لأوبر مقابل 3.1 مليار دولار، ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري. بدأت أسواق الأسهم العالمية جلسات العقد الجديد بداية قوية مع تيسير الصين سياستها النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد، ومع مؤشرات ملموسة على أن إبرام اتفاق تجارة بين بكين وواشنطن بات وشيكا. وسجلت المؤشرات الثلاث الرئيسية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة في أولى جلسات العام الجديد بعد أن زادت إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد في الصين أجواء التفاؤل الذي يغذيها انحسار التوترات التجارية وتحسن آفاق الاقتصاد العالمي. قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% في الأسواق الآسيوية فور شيوع خبر مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق. وارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف تسليم فبراير بنسبة 4.3% في التعاملات الإلكترونية ليصل إلى 63.84 دولاراً، وذلك وفقاً لوكالة فرانس بريس. وارتفع سعر برميل خام برنت تسليم مارس بنسبة 4.4% ليصل إلى 69.16 دولاراً. عزز الذهب من مكاسبه لأكثر من 20 دولاراً خلال آخر التعاملات مع تصعيد التوترات في الشرق الأوسط وترقب محضر الفيدرالي. وقفزت أسعار المعدن الأصفر لأعلى مستوى في 4 أشهر مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل المسؤول الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية. كما أعطى ضعف الدولار الأمريكي بعض الدعم إلى المعدن، حيث يتجه الذهب إلى حصد مكاسب أسبوعية بنحو 1.9%. تراجعت مبيعات التجزئة في هونغ كونغ بنحو 24% خلال شهر نوفمبر الماضي بفعل الأثر السلبي من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الحكومي في هونغ كونغ أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 23.6% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مسجلة 30 مليار دولار هونغ كونغ. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أعلن
أعلنت شركة أوبر عن إتمامها بشكل رسمي لإجراءات عملية الاستحواذ على شركة كريم التي تم الإعلان عنها مسبقاً مقابل 3.1 مليار دولار. وأصبحت كريم نتوركس الآن شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أوبر، ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري. ومع إتمام الصفقة تستحوذ أوبر على الأعمال الخاصة بكريم في مجال النقل والتوصيل والدفع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.